البوكس العشوائي ابو 5000 جنيه وصل، طلبتوها ونرتوها وانا للاسف اللي بدفع. وزع فرقوا مالي. لا بس تقيل قوي المره دي. المره دي وانا بملى الاستبيان اللي هو بتاع بيانات الشخص اللي رايح له مستر بوكس ده اللي هو انا، كتبت بقى كل اللي ممكن يخطر في بالك، الاهتمامات بتاعتي يعني تكنولوجيا واجهزه كهربائيه وبنطلونات ولبس وشوزات. بص كل اللي كان نفسي فيه نفسي يطلع لي في البوكس ده. انا كاتب كل الاهتمامات اللي ممكن تيجي في دماغي. زي ما انا حققت لك حلمك حقق لي حلمي. الفيديو ده عايز يوصل 30 40 الف لايك. انت بتتفرج اضغط لايك بس وسيب لي كومنت رايق، وتعال نشوف بقى ابو 5000 جنيه ده هيطلع لنا في ايه. وربط لي بفيومك وحاجات وبتاع، بس يعني تعالى بقى نفك كده. ده الكاميرا والله اللي فوق مش مستوعبه الكادر. يا رب ما يطلع فيه فل، انا نبهت عليه كذا مره قلت له مش عايز فل، انا عايز البوكس عادي وصريح وبسيط، الناس مش هتاكل وشكم لما يفتحوا ما يلاقوش فل يعني. ونفتح بقى كده ونشوف. ممكن نسيب بقى البوكس ده هنا كده ونجيب منه بقى واحده واحده. يا جدعان في كميه هدايا مش اقل من 15 16 علبه، ده كتير قوي. كيس الرول وشويه شوكولاتات وحبشتكنات، في تويكس وفي فلوتس وفي لا ماشي تمام رضا. يا جدعان كميه علب بص كتير كتير. بس تعالى نفتح يلا بقى نشوف. اول هديه معانا مثلثه، المثلثه دي يبقى علبه بالباكج بتاعتها تقريبا. انا حفظت خلاص يعني شكلها. دي ساعه محفظه، يبقى تمني يبقى ساعه يا محفظه. ده ازاي البوكس رقم 2 تقريبا كان فيه ساعة؟ لو حد فاكر البوكس ب 2000 جنيه. اه شكلها ساعة. ده تقريبا نفس الساعة اللي جت لي. هي والله اللون الاسود معايا جوه. ساعة رايقة والله. طب انا نفس الساعة مبيع ايه؟ ابقى ابيع التانية. هدية مقبولة، ودي كانت أول هدية. اللي بعده. هدية أكبر دي. اه شكلها حاجة، ده بنطلون ده ولا ايه؟ ايه ده؟ اوه شنطة. مش عارف ليه كنت مجمع ليها حاجة تانية ليه. طب والله رايقة، رايقة قوي كمان. هدية مقبولة الماركة برادا، اعتقدش ليها اصلي بس قشطة يعني. الخامة بتاعتها حلوة بصراحة، فيها كذا جيب. لا جامدة جامدة. بما اننا داخلين على رمضان وعيد الام كمان كام يوم، دلوقتي تقدر تستغل اكبر خصومات الموجودة على اكبر مواقع لغاية يوم 21 مارس، وتشتري كل مستلزمات رمضان وهدية لست الحبايب، وكمان يرجع لك كاش باك، وده عن طريق موقع وفر اكس. موقع وفر اكس هو اول موقع بيرجع لك كاش باك او جزء من الفلوس اللي انت بتدفعها في مصر والوطن العربي، وده من خلال انك تدخل على اي موقع انت عاوز تشتري منه ولكن من خلال وفر اكس. ولما تسجل من اللينك اللي هتلاقيه تحت الفيديو في الديسكربشن او في اول كومنت، هتاخد 2.5 دولار كده هدية من غير ما تعمل حاجة، وتقدر تسحب من اول 5 دولار، وكل طرق السحب الممكنة متاحة، سواء بقى المحافظ البنكية او على حسابك في البنك او حتى فوري او امان، كل الطرق متاحة. هتلاقي عليه كل واكبر مواقع الاونلاين، وكمان اكبر واشهر الاماكن الاوفلاين سواء في مصر او الوطن العربي برضه. وحاليا تقدر تسأل موقع وفركس في شراء كل مستلزمات رمضان عن طريق منتجات السوبر ماركت سواء على امازون او جوميا او سبينس، وممكن كمان تستغل عروض عيد الام وانت بتشتري من خلال ميتشا وولايف وزينة. الكاش باك عليهم بيتغير بشكل يومي وهيوصل في ايام محددة ل 20%. عندنا برضه عروض في الاوفلاين، يعني انت بتقدر تاخد برضه كمان كاش باك في المحلات او اكبر المحلات في مصر وانت بتشتري. طبعا عندك بقى كل منتجات رمضان بقى سواء في زهران ماركت او محمود الفار او سبينس والفا ماركت، وطبعا ما ننساش الحلويات من مونجيني او نولا او ديوكس. في كمان براندات زي فورتيون وسيران جيلري وسي اند كو وبيبول وبركه، الكاش باك عليهم مضروب في 4 لغايه يوم 21 مارس. الحق بسرعه استغل كل العروض الموجوده دي، وكمان هتوفر ويرجع لك جزء من الفلوس اللي انت بتدفعها، وكمان هتاخد 2.5 دولار هديه لما تسجل من اللينك اللي هتلاقيه تحت الفيديو في الوصف او في اول كومنت. جيب الكرسي ده كده نجمع عليه هذه الهدايا. اللي بعده دي تقيله بقى، دي تقيله، وتعالى نشوف ايه هي. مساج جن. يا جدعان انتوا بتعرفوا ازاي ان انا علاج طبيعي يا جدعان؟ يعني الحاجات دي ليها علاقه بشغلي، بس شكله غريب شويتين ثلاثه اربعه. يا ولا يا ولا يا ولا ده ايه ده؟ اوعى. لا 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 لا. اوكي ده معاه كل الهدات اللي ممكن تتخيلها، يعني احنا ممكن نحط ده كده ونبتدي مثلا كده. السلام عظمك يا رضا. ايوه ايوه الحته اللي تحت دي، الحته اللي في نص الظهر دي، عارف انت؟ ده والله جامد. اه ده ممكن كمان تتحكم بالسرعه. اوعى. ممكن نغير دي وممكن نحط دي. اوعى اوعى المساج. طب انا بطلت علاج طبيعي يا جدعان، بس يعني ماشي. نبيعه لاحد الزملاء. كل بقى الهيدز اللي ممكن تتخيلها وكل الاشكال والاحجام لانواع المساج المختلفه. يعمل له كام ده؟ يلا هيتباع. اللي بعده مش عارف ايه دي. مكنة حلاقة تاني يا زكي، تاني مكنة حلاقة. اوه اوعى اوعى الكلام. باين عليها قوية اصلا مش ضعيفة خالص. مع كل بقى الاحجام المناسبة لجميع اطوال الشعر واللحية. كده وصلنا 4. زيد يابا زيد. هدية صغيرة، دي شكلها محفظة.
ولا ايه دي؟ لا مش محفظه، بتاعت محفظه ايربودز. ما بعتوها الايربودز دي قبل كده يا جدعان، وهي نفس الموديل والله. لا اللطيف في الموضوع اللي هي مكتوب عليها سامسونج. سامسونج مين يابا؟ احد الله يعني، هاتوا حاجات هاي كوبي بس مش كده، ما تكتبليش عليها سامسونج. ونجوه مكتوب عليها ريلمي، مكتوب عليها بلون فاتح قوي، مش عارف هيبقى باين ولا لا. وكده اهو. لا بس رايقه هي دي، ما تتوصلش ليه؟ طب الشمال ايه موقفها من الاعراب؟ طيب يعني اليمين اتوصلت، الشمال على الله حكايتها ليه؟ باور بانك كمان، هنا في مخرج تايب ايه ده غير المايكرو اس بي اللي بتشحن بيه. ماشي هنبقى نرجع لها بعدين لو العدسه تشتغل. الايديه دي مش مقبوله قوي يعني، يعني ماشي تشغاله. تعال نشوف اللي بعده. دي ايدي بقى، ماشي حلو. ده كيبل شحن ماجنتيك اللي هو بيبقى فيه كذا راس ماجنتيك كده عشان تستخدمه مع كذا برودكت. الراس دي بتتشال يعني، انت ممكن تثبت الراس دي مثلا في الجهاز بتاعك وبيبقى بص ماجنتيك، اول ما قرم بعض يبتدي يشحن. معايا باور بانك هنا، ابقى اجربه بعدين، مش معايا باور بانك هنا. دي هديه مقبوله. اللي بعده دي انا بخمن كده ليها نظاره، عشان نفس الحجم ده جالي قبل كده في بوكس تاني. يا باشا عيب عليك، هو احنا بقينا خبره في المجال. دي الالوان دي تومي، يا لهوي يا لهوي على الدلع، جامده قوي. ازاي الكواليتي بتاعتها كده؟ انا بحب اي حاجه عامه تبقى مط مش بتلمع. بص مخطومه من الجنب يا جدعان، شيك جدا. طبعا هتلاقيها ماكلة نص وشي دلوقتي. لا بس حلو، انا عاجبني اكتر والله لون العلبه. اللي بعده دي تقيله بس مش عارف ايه هي. احنا وصلنا كام كده؟ 1 2 3 4 5 6 7، وصلنا 7، دي التامنة ولسه كتير جاي. ده باور بانك ده ولا ايه؟ شكله باور بانك. حصل باور بانك سامسونج، بس يعني سامسونج تحت السلم قوي يعني. كم ملي امبير ده برنس الليالي؟ 20000 ملي امبير، اراهنك لو مش هيكمل 2000 3000 ملي امبير. ماشي شغال. 9 بقى، شكلها دي محفظة المرة دي، إن شاء الله يعني محفظة. هي محفظة، وأنا أحب المحافظ والساعات قوي. ماركة ديزل، احنا ممكن نقرب كده شوية. سلام يا سلام يا جدعان، خامتها رايقة قوي، فيها كذا جيب، ما فيهاش فلوس. طيب ما يحطوا لنا فيها فلوس بالمرة، البوكس أبو 5000 جنيه ده، طيب أي حاجة يحطوها جواها. صاحبي روق على أخوك بلايك عشان المصاريف دي. هدية في الجون، 10 حزام. ماشي، عارف انت الحزام اللي هو بيشبك بتاع كده مش عارف يعني اسميها ايه، بس ماشي ده يلف عليا مرتين ثلاثه، ده تقريبا ليا ولاصحابي الم حد معايا. خامه الحزام نفسها حلوه مش كرتون، وان كنت مش مايل قوي لشكل الحزام يعني. الهديه رقم 11، ايه ده؟ ده ميكروسكوب فعلا، غريب جدا. رحت جبت له باور بانك مخصوص. فين بقى بنشوف؟ ايوه هشوف منين بقى انا يعني، منور وتمام. بنشوف بقى منين بقى؟ عايز اشوف انا. يسجل عليه حاجه؟ طيب هو ده بينزل له برنامج ولا جاي معاه السي دي وجاي معاه وصلات او تي جي؟ فهمونا يعني ده فايدته ايه في الحياه. هديه غريبه جدا عامه، ما 15 هديه. ايه ده بقى؟ سبيكر شكله رايق. اوه حلو قوي، انا بحب الحاجات دي قوي. طب بتشتغل منين؟ طيب مشحونه؟ طيب وفيها شاشه وبتاع وحاجات وحركات. ماشي نبقى نشغلها بعدين. ايه ده؟ ده بعيد قوي عن اهتماماتي تماما يعني، بس ده اللي هو اسمه ايه بيتقال عليه فشبوري، هو بيولع ده. ده مشحون؟ طيب ماشي حلوه دي تنفعني برضو. دي اخر واحده صغيره بقى، بعدين اتنين كبار، هنشوف بقى ايه الاتنين الكبار دول. ايه دي بقى؟ الترا فايلت بروتكشن، والله ما حسيت بفرق مش عارف. كوماندا المهم. الارض بقى كلها اكياس. دي بقى لاخر اتنين كبار، دي واحده ويا رب ويا رب ما يكون المساج اللي بعتولي قبل كده تطلع مثلا مكوه ولا بتاع. ماشي جهاز كهربي ماشي شغال يا راجل. دي بلوتوث سبيكر يا عم، انا مش بحب انا البلوتوث سبيكر دي اللي عامله زي كاني عامل فرح يعني، انا عم بيع ايدي كلها. طيب ايه ده كله؟ ومداخل بقى ايو اكس وايو ار واكس ار وال ار وكل المداخل اللي انت عاوزها. The Bluetooth device is ready to pair. مش عارف اشغل ايه، ما اخدش عليه كوبي رايت. لا مش بطاله خالص يعني، ما اعرفش سعرها كام بس صوتها عالي وحلو مش وحش، على الاقل ما بتزنش لما بعلي على الاخر يعني، في بيس كده لطيف. اكبر حاجه بقى شوفوا مع بعض ايه دي بقى. لا حلوه دي بقى، ترابيزه لابتوب تقريبا. لا كبيره بصراحه، جامد وفيها مراوح كمان. اتمنى تكون بس الكواليتي بتاعتها كويسه. فتح ازاي بقى؟ منين يودي على فين؟ افتحوها ازاي يا جدعان؟ فيها لوك، تعمل كده اهو، ندوس نحرك، بعدين بقى تقع بقى بعد كده ولا ايه؟ دول بقى ولا يا جامد، دي ممكن ايه تحط هنا كمان؟ لسه لو عايز تسند عليها ماوس. هو انا تقريبا انا حطيتها بشكل خاطئ تقريبا، ادوس على دول كده نطلع بيها.
A few moments later. شوف اخرتها معاك. 1 hour later. والله يا جدعان فكرتها جامده، بس هي البيلد كواليتي بتاعتها محتاجه تتظبط. الحمد لله وصلنا. المفروض بقى المراوح دي بتشتغل بكيبل. اوكي مش باين ولا لا، او ضعيفه شويه، بس السيت اب لطيف. ان انا احط هنا ماوس اهو، وهنا اللابتوب بتاعي. كبيلد كواليتي مش اعظم حاجه في التاريخ، بس ماشي. لا حلوه فكره، حلوه، نشجع اللعبه الحلوه. نعد بقى، دي كانت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15. 15 هدية في الميستري بوكس ابو 5000 جنيه. بص قيمة الحاجات دي انا معرفش تطلع كام بالظبط، بس هي وش مش هتبقى 5000 جنيه لو انت نزلت اشتريتهم فرضاني كده واحدة واحدة. فكرة الميستري بوكس اكيد ان البايع اللي بيبيع لك الميستري بوكس لازم يكسب برضو اكيد يعني، بس الفكرة نفسها اللي انت بتهادي حد بيه وتجيب له حاجة يعني مفاجأة ولا انت تعرفها ولا هو يعرفها، بتبقى فكرة لطيفة. دي بالنسبة لي انا، ده رأيي الشخصي، انت ممكن رأيك يختلف معايا ده براحتك. انا فكرتي ان انا بحاول اعرفك الميستري بوكس مثلا ابو 1000 2000 3000 4000 او اي رقم تاني بيبقى فيه ايه، او متوقع ممكن يبقى فيه ايه لو كتبت نفس الاهتمامات اللي انا كتبتها. ده دوري، دورك انت تشتري الاقي دي براحتك. انا كده كده بس بجرب، وده مش سبونسر ليهم، انا شاري البوكس ده. كل البوكسات اللي انا اشتريتها قبل كده من الموقع ده انا اللي مشتريها على حسابي، يعني يا ريت والله يعملوا سبونسر معايا، يعني على الاقل مش هتكلف كل المصاريف دي على الاقل. فده كان فيديو النهارده، فيديو رايق وعجبتني الحاجات جدا، ما عدا كام واحده كده ما كانوش الطف حاجه. ما تنساش بقى تخبط لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو زي ما قلت لك 40 50 الف لايك. اخبط اللايك وانت معدي وسيب لي كومنت رايق تحت، قول لي عجبتك الحاجات دي ولا لا، ولا شايفه ما يستاهلش. وكده اكون خلصت، اشوفك على خير الفيديو الجاي. سلام.